السلام عليكم. بغيت بعدا غير نغيكتيفي واحد الحاجه قلتيها بلي هذا المشكل كاين في المغرب كامل. هذا المشكل ما كاينش في المغرب كامل، حيت في المغرب كامل حالين لافاجات بالرخصه ديالهم، ولكن ما لاصقينش في منازل ارضيه وفي غرف نوم اطفال. هو الوحيد في المغرب كامل اللي داير هذه الفوضى. السلام عليكم خوتي المغاربه، احنا مباشره من حي الوفاق في مدينه تماره، وبالضبط زنقة الوعد بالقرب من مسجد الإيمان. هذه أزيد من شهر من عام ونص، وحنا كنعانيو الأمرين منين فتحات هذه الورشة الصناعية الأبواب ديالها. فكيف ما كتشوفوا هذه ورشة صناعية الميطالات وتلميع وصباغة السيارات وجلد السيارات اللي فتحات الأبواب ديالها تحت غطاء رخصة مؤقتة لغسل السيارات منحت لها ظلما وعدوانا، رغم التقدمات ديال رفقة الجيران المتضررين بتعرضات في الأجال القانونية والجميع المصالح المعنية، وبالفعل توقفت له الرخصة لما يزيد عن 4 أشهر. حتى تفاجأنا من بعد هذا 4 أشهر بالفتح ديالو لأول مرة في نهار 10 شتنبر 2021، يعني يومين فقط من بعد الانتخابات ديال 8 شتنبر 2021، وتعطات الرخصة 3 أيام فقط قبل الانتخابات. ولكم أن تستنتجوا ماذا يعني هذا. عطاها رئيس الجماعة الرجدالي، هذا مشينا عنده قال لنا كارت سيغ طابل. هذاك السيد مول ديك المحلات ومول ديك الدار صديق ديالي وعزيز عليا وكنعرفو منذ سنوات، ما غاديش ندخلو ما غاديش نسحب الرخصة، ويخدم الوقت اللي بغى كل نهار، يسد وقتاش ما بغى شغلو. هذا ماشي غير رئيس الجماعة، راه حتى الباشا كان صاحبه وقالنا نفس الهضرة، والباشا صاحبه. هاد السيد هذا راه عنده أيادي في جميع المصالح باش من حق. دابا هاد الورشة الصناعية، هاد الورشة الصناعية راه حالة ملتصقة لاصقة في غرف النوم ديالنا حنا كشقة أرضية، لاصقة في غرف النوم. عنده 3 ديال لي موتور غونفلور اللي داير ليهم لانستالاسيون في الحائط اللي لاصق في غرف النوم ديالنا. راه منين كيخدم الموتور غونفلور راه ما تقلش في الدار، راك بحال مخدم شي كتعرف ديك لاميول اللي كتحفر بها في الحيط. هو راه عنده 3 خدامين في نفس الوقت، 3 ديال لي زاسبيراتور كبار خدامين في نفس الوقت. الالات ديك المواد اللي كيستعمل في النشاط الصناعي، ديك لاميول ديال الاستيكاج، راه ما تقدرش تجلس في الدار ولا في غرف النوم منين كيبدا يخدم في هذا الشيء. ومشكله ماشي كيخدموا غير 5 دقائق وكيحبس، راه من الصباح، راه من الصباح من 8 ديال الصباح حتى ل 11 ديال الليل راه كيهبط الريدو مع 9:10 د الليل، وكيبقى خدام لداخل وهو مهبط الريدو حتى كيقولها له راسو. علاش؟ حيت هو ما عرفتوش شكون هو، حيت هو عاطينو الاوكي والفيفيغ باش يدير اللي بغى، حيت هو واعر. انا ما عرفتش شكون هو، انا براسي بغيت نعرف، لانه هو تحدى حتى الاوامر ديال جلاله الملك منين كانوا المحلات كلهم سادين. الوحيد اللي كان خدام وتقدمت بالشكايات كلها للمصالح المعنيه وعطيتهم الدلائل انه كان حل وما تحركوش، وخلاوه يحل دابا وكان شيئا لم يكن، وما تاخذوا ضده حتى شي اجراءات جذريه. انا دابا انا السؤال ديالي هو شكون هما هاد الناس اللي لاصقين فيا، اللي ما كيطبقوش فيهم اوامر جلاله الملك، وحنا في المغرب والسلطه الكبيره اللي عندنا في هذه البلاد هي جلاله الملك. هذه اكثر من عام ونص وحنا كنخوضوا حرب ضد الايادي الخفيه اللي واقفه مع هاد الناس. فبالاضافه لمكتري المحل كاين صاحب المحلات والعماره اللي فيها المحلات اللي كيتعنى بالانتماء ديالو لسلك الامن الوطني، وكل مصلحة كنلجؤوا ليها كيمشي مورانا ليها لعرقلة الشكايات وتجميدها. أنا من هذا المنبر كنوجه الرسالة ديالي للسيد المدير العام للأمن الوطني السي الحموشي، وكنطالبوا يتدخل في الموضوع ويوضع حد لهذا الشرطي اللي كيستغل الاشتغال ديالو في سلك الأمن الوطني لأغراض شخصية، وكيتعنى بالمنصب ديالو وخصوصا بالصداقة الوطيدة ديالو مع أشخاص واصلين داخل سلك الأمن الوطني وخارجه. وبخصوص هذه الورشة الصناعية، فبالإضافة للخاصية ديالها باعتبارها المحلات الوحيدة في مدينة تمارة وفي البلد بأسره اللي تمنحت لها رخصة مؤقتة لغسل السيارات، وهي ملتصقة بسكن أرضي وبغرف نوم أطفال ديال عائلة أطفال صغار عندهم 3 سنين و5 سنين ظلما وعدوانا، رغم قيامنا لكل الخطوات الإدارية وفي الأجال القانونية. فهاد الورشة كانت حالة وقت الحجر الصحي منين كانت حالة الطوارئ، فمنين كانت كورونا على امرأة ومسمع الجميع وحتى شي واحد ما داخل. والأسوأ من ذلك فهو المحل الوحيد اللي بقى خدام من بعد ما أصدر جلالة الملك التعليمات والأوامر ديالو فيما يخص ترشيد استعمال الماء بإقفال جميع هاد المحلات، بقى بوحدو خدام وجميع المحلات مقفلة. ومشيت للسلطات المعنية وتقدمت بالشكايات وعطيتهم الإثباتات اللي كتبت هادشي، وما تاخذت ضده حتى شي إجراءات جذرية.
شكون هما هاد الناس باش يتحداو جلالة الملك حفظه الله ورعاه؟ وشكون هما باش المسؤولين يفضلوهم على أوامر جلالة الملك؟ جاو منابر إعلامية وعينوا حقيقة الاشتغال، جاو منابر إعلامية وعينوا حقيقة الاشتغال ديال هاد الورشة الصناعية وحقيقة الأنشطة الصناعية الغير مرخص لها. فهاد الورشة ولا حياة لمن تنادي، راك شفتي الإثباتات اللي كتبت أنه كيمارس الصباغة والمطالة والاستيكاج والتلميع ديال السيارات. الإشارة، أنا ماشي ضد المحلات ديال غسل السيارات الأخرى اللي واخده الرخصه ديالها قانونيا وحاله في محلات تجاريه اللي لاصقه في محلات تجاريه وفي شوارع رئيسيه. انا كنهضر على اللي مسبب لي ضرر وحال في زنقه، هادي راه زنقه وفي حي سكني بامتياز، حال في زنقه ماشي في شارع، ولاصق في منزل ارضي وداير لاستلاسيون ديال الالات ديالو المزعجه كلها في الحائط اللي ملتصق علينا، وكيمارس انشطه صناعيه وكيخدم كل ايام الاسبوع. هذا راه حل السبت اللي داز، السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت اليوم الحد، ما عمره ما كيسد، كيخدم كل نهار وعينا من تقدموا بالشكايات للمقاطعه الناس ديالها، السلطات المحليه، البلديه، العماله، الوزارات، وما كيدخلوش. كنفضل ما نقول شنو كيقول، كنفضل ما نقول شنو كيقول، كنفضل ما نقول شنو كيقول. كنفضل ما نقول شنو كيقول والاراء ديالو بحال الاراء ديال 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 الناس الاخرين. حتى انا بغيت نعرف علاش، حتى انا بغيت نعرف علاش، لان هاد الناس ما بغاوش ينصفوني. هادي اكثر من عام ونص وانا كنجري. الاشاره هادي راه زيد من 12 عام وانا ساكنه في هاد الدار. قبل وحتى قبل ما هاد 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 البقعه اللي فيها هاد المحلات التجاريه تبنى، حنا 12 عام وحنا ساكنين وما بغاوش يديروا لنا اعتبار وما بغاوش يديروا لنا حل وما بغاو لا يدخلوا لا حتى شي حاجه. وكما كتشوف سمعتي الصداعات اللي سمعتي دابا ديال الالات وهذا الشيء اللي كيخدم. المغاربه كلهم دابا في ديورهم هانيين في الويكاند الا حنا السبت الحداد. هاد الناس هادو عاد كتزاد عندهم الخدمه بحده، حنا ما كنرتاحوش السيمانه كلها، والويكاند اللي كنكونوا جالسين مع وليداتنا جالسين من المدارس ديالهم، ما يحفظوا ما ينعسوا ما يجلسوا ما يديروا حتى شي حاجه، خاصه في الويكاند والسبت الحد عباد الله، وكيحل كل نهار ومن الصباح الباكر حتى الليل، ولا احد يحرك ساكنا. التهديدات والسب والقذف ومحاوله قتل العم تعرضت ليها انا ملي كنت مع بنيتاتي وليداتي غاديين في الطوموبيل، وتقدمت بالشكايات وكل شيء كيحبس. هاد السيد هذا عنده نفوذ. رانا ما كنضربش ضد سيد واحد، رانا كنضرب ضد عصابه وضد فريق اللي عنده نفوذ. وكنطلب، انا جايه للطلبات ديالي، بغيت غير نشير لواحد القضيه. انا بغيت هاد المسؤولين وهاد الناس يشوفوا من حال دوك الوليدات اللي عندي. انا دابا ولادي راه ما كاينينش، راه ما كيجلسوش في الدار، كنديهم عند الوالدين ديالي كيجلسوا معاهم كل نهار، لان حده الصوت اللي كاينه اللي كتسمع في الدار كلها وفي غرف النوم ديالهم صعيبه عليهم وهما باقيين صغار، ورائحه الصباغه ورائحه المواد السامه اللي مستعمله في النشاط الصناعي، وهاد الضجيج وهاد الروائح السامه ما كتحبسش النهار كامل. وحسبي الله ونعم الوكيل. كنوجه ثلاثة ديال الرسالات. الرسالة الأولى كنوجهها للسيد المدير العام للأمن الوطني اللي كنترجى يدخل ويحد من تعسف وشطط هذا الشرطي صاحب هذه المحلات وهذه العمارة اللي فيها هذه المحلات. ثانية كنوجهها للسيد الفتيت باش يدخل بجدية ويشوف المسؤولين اللي حاطهم في هذه المدينة. آخر مرة جاو منابر إعلامية، تمت إقالة عامل المدينة، وقلنا الحمد لله عندنا بصيص امل، ما غتبقاش المحسوبيه والزبونيه وباك صاحبي في هذه المدينه. ولكن مع الاسف باقي الفساد وباقي المحسوبيه وباقي باك صاحبي، وما عمرهم ما هضروا معاه وقال لك كيبتزوه. هذا ماشي افتراء وماشي تعسف، بغاو يحرمونا حتى من الحق ديالنا باش نشكيو بالضرر ديالنا للناس والمغاربه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، راهم الصحفيين وقفوا على هذا الظلم وعلى هذا الاستبداد. انا الرساله ديالتي الاهم كنوجهها لصاحب الجلاله الملك ديالنا حفظه الله ورعاه وطال عمره، وكل ثقه انه غيستجب، لان في هذه البلاد ما كنثقوا في حتى شي واحد من بعده ومن بعد الله عز وجل. سيدي جلاله الملك، انا في هذه البلاد، انا من خلال هذا المنبر
كنطلق صرخات استغاثه نيابه على العائله ديالي المكونه من اطفال صغار معذبين ومقهورين بسبب المحسوبيه والزبونيه وباك صاحبي في هاد البلاد. اطفالي اللي تحرموا من ابسط الحقوق ديالهم واللي غنعيش بسلام وهدوء في غرفه النوم ديالهم، وخصوصا ينعم اللي تحرموا من هاد الحق البسيط ديالهم. نحن رعيتك سيدي، فاستجب للاستغاثه ديالنا والله يشافيك والله يطول لينا في عمرك. لا تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.